إذاعة الدار البيضاء متواصلون عبر الموجة اف ام 103.1. ولاد اليوم، فضاء أثيري خاص بالشباب، كل سبت مع رضوان وحيدي. ونسعد دائما بصحبتكم مستمعينا الأفاضل وبالتواصل والتفاعل الأثير المباشر معكم عبر الأثير، عبر إذاعة الدار البيضاء، في هذه المساحة الأثيرية المباشرة من الشباب وإلى الشباب. ولاد اليوم، سبعتاشر يوم واثناشر ساعة تقريبا تفصلنا عن أولى مواد واختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا للموسم الدراسي الحالي المقرر إجراؤه أيام 11-12-13 يونيو القادم. جهة الدار البيضاء الكبرى أزيد من 77 ألف مترشح ومترشحة، 60 ألف تقريبا رسميين و 17 ألف أحرار، 13 المسلك، لأن السيمة البالغة حوالي 73% مسالك علمية وتقنية. طبعا كنتحدثوا على هذا الرقم ديال 77000 اللي هو ماشي سهل، هو من اعلى النسب على المستوى الوطني، ولكن وراء هذا 77000 ديال التلاميذ والتلميذات المرشحين لاجتياز هذا الاستحقاق الوطني الهام في الايام المقبله، ونتمنوا لهم ان شاء الله صادقين التوفيق في هذه الامتحانات، كاين الاف ديال الاطر والمشرفين التربويين سواء في المرافقه والمتابعه وتصحيح ان شاء الله بعد اجتياز الامتحان ثم الاعتكاف ثم تحضير المواد ديال الامتحانات. ما نساوش ايضا الاسر والعائلات والاصدقاء اللي كلهم الهم ديالهم واحد، يكون التوفيق حليف كل المترشحين، لان هذا استحقاق وطني هام لاعتبار اساسي وهو القيمه الماديه والرمزيه والاعتباريه لشهاده البكالوريا. رسائل مجموعة من الشباب حول الاستعداد المادي المعرفي والعلمي لهذا الاستحقاق الوطني، والأهم من ذلك هو الاستعداد السيكولوجي. تنتكلم أساسا على الاستعداد النفسي، القلق، التوتر، الخلعة، والشباب يعني كتنتابهم هذا الشعور ديال التوتر كل ما قربنا الامتحانات وبدأ العد العكسي، أم أن الظروف مواتية والكل على ما يرام. إذا نسائل حسين ياسين من الثانية باكالوريا من عبد الملك السعدي، أيضا عز الدين شقرون أولى باكالوريا، سارة الزرق الثانية باكالوريا بالثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي من مدينة المحمدية، مشكورين طبعا على الالتزام ديالهم مع البرنامج. أسماء الزغيدي الثانية باكالوريا، فاطمة الزهراء حوتي من الثانوية الإعدادية الثانوية التأهيلية مولاي إسماعيل. أيضا كيحضر معنا سي عبد الله أيتي الشو، مبادرة جميلة لمساعدة المترشحين عن بعد عبر الشبكة العنكبوتية من أجل اجتياز الامتحان، التعرف على التمارين ونتعرفوا على حوايج أخرى. سي عبد الله أيتي الشو هو المدير العام للموقع ياك سيت ويب باك فور باك فور باك من أجل الباكالوريا. إذا البداية تبدأ معك، رأيت مع الشباب يتسولجوا شي شوية، نبدأ معك سي عبد الله. هذه التجربة الثانية، تعطينا في دقيقة الثمار اللي جنيتها في التجربة الأولى. نعم، إذا شكرا لأخ رضوان. بالنسبة في البداية نتمنى التوفيق لكل التلاميذ المقبلين على اجتياز، يا رب إن شاء الله ينجحوا كاملين، لأننا مرينا من التجربة هذه وعارفين الضغط النفسي اللي يعني كيتمارس على التلميذ وإحساسا منا في موقع فورباك بهذه الأهمية ديال شهادة البكالوريا. درنا واحد المبادرة طبعا الحالية هي قائمة على استغلال شبكات الانترنت، وطلقنا الموقع سنة 2009. الموقع انطلق من مدينة ورزازات بمبادرة مجموعة من الأساتذة اللي كينتميو للتعليم الثانوي التأهيلي. التجربة الآن أصبحت ذات بعد وطني، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الموقع 140 ألف تلميذ شهريا، وهو طبيعة الحال رقم نعتز به بطبيعة الحال. ومن بين الخدمات اللي كيقدمها موقع فورباك هو التعليم عن بعد أو تقديم الدعم التربوي عن بعد من خلال استغلال تقنية الأقسام الافتراضية اللي كتمكن التلميذ باش أنه يتواصل بشكل مباشر مع الأستاذ كأنه كان في قسم واقع بطبيعة الحال. وهذه التجربة بطبيعة الحال انطلقت منذ 3 سنوات ويعني حققت مجموعة من النتائج الإيجابية على الصعيد الوطني. وفي هذه الأيام بطبيعة الحال أيضا أطلقنا برنامج مكثف للدعم التربوي كيشمل جميع المواد بما فيها العلمية وأيضا الأدبية، بإمكان أي تلميذ بمجرد الدخول لموقع فورباك. نتكلم على الكيفية والمضمون ديال نعم، إذا
باختصار يعني الهدف ديال فورباك بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي ومن خلال الاستشارة إلى غير ذلك. غادي نفصلوا في سي عبد الله نبداو كلمة أخرى له مرحبا. سي عبد الله تفضل شنو يلقاو الإخوان اللي غيدخل إن شاء الله للسيت ديالكم؟ نعم قبل يعني قبل ما نشير الفورباك فقط نشير بالنسبه للامتحانات هناك الاطر المرجعيه اللي كتنظم امتحانات البكالوريا. اعتقد بان التلميذ يكون انه احتك مع الامتحانات اللي قبل انه يجاوب عليها وهذا يكون على يقين انه في النهار ديال الامتحان ما غادي يلقى حتى شي صعوبه. ما يمكنش يتعطف الامتحان شي حاجه اللي ما درسهاش التلميذ او ما قراهاش. فقط كنحذروا من القضيه ديال ان الواحد كيحاول يقمر مثلا يلعب يبقى يلعب ديك التوازنات ربما في الاخر كيلقى راسو بانه اذا نتمنى ان التلميذ فقط يركز على المقرر يرجعوا بواحد الطريقه اللي هي شامله. بالرجوع الى موقع فورباك فقط في هذا الاطار انه كثرت بزاف المواقع الان اللي ولات يعني كتلونسي كاين جمعيات كاين نعم. اطر تربويه متطوعه صحيح يعني كتعتكف مع التلاميذ وهذو كتقرا اشارتهم كيعطي التليفون ولكن هنا فقط هنا فقط نشير واحد النقطه ربما سلبيه الى حد ما هو انه كيكون مثلا اي واحد كيلونسي شي درس مثلا كتكون فيه اخطاء معرفيه كياخذوها التلاميذ على انها صحيحه وفي نهار الامتحان متصاعد الامتحان كنلقاو شي معلومات اللي خاطئه نهائيا. علاش؟ لان التلميذ كيدخل كاين المدونات كاين هذا كيدخل واحد كيلونسي ربما النيفو ديالو فقط 9 و7 كيكوبي شي حاجه كيلوحه كياخذ هذاك المتلقي على اساس انها الحقيقه صحيحه. اذا هناك طبيعه الحال اذا هنا طبيعه الحال ولا واحد تطفل حتى على هذا الدومين ربما ديال المواقع الالكترونيه الى غير ذلك ولات واحد الموضه. اي واحد كيحاول انه ربما يدير موقع وحاول انه كيساهم ولكن التلميذ يحاول يختار المواقع اللي عندها واحد المصداقيه. حنا كنقولوا اي موقع واي معلومه ياخذها التلميذ من اي مصدر كانت لابد انه يرجع بطبيعه الحال المراجع الاساسيه اللي هما الاساتذه والمشرفين المباشرين. صحيح فقط في هذا الاطار الاخ اردوان بالنسبه للموقع ديال فورباك هناك اساتذه ما كنخدموش للتلاميذ معلومات جاهزه عاده كيجيونا مثلا في الموقع ديال فورباك اسئله بحال هكا كيفاش يمكن لي نكتب موضوع في الفلسفه ما كنعطيوش للتلميذ موضوع جاهز كنحاولوا نقول انك تكتب لنا انت موضوع كاين اساتذه كيحاولوا يصحوا هذاك الموضوع ديال الماده هما اللي كيصحوا لانك ما غتستافدوا الا اعطيناك معلومه. وعندكم هذه الموارد البشريه الان يشتغل معنا 60 استاذ في المغرب على الصعيد الوطني هناك 60 استاذ منخرط في هذه العمليه وبالمناسبه كنشكرهم لانهم كيشتغلوا تطوعا يعني بدون مقابل وهذا بطبيعه الحال ممكن نشير بانه لحدود الساعه تم تقديم اكثر من 2000 ساعه هذه ديال الدعم المباشر واليوم في هذه الليله ان شاء الله تعالى كاين حصه الرياضيات دائما كل يوم كاين حصه الساعه التاسعة ليلا كتكون حصه ديال الرياضيات مع الاستاذ مصطفى اضردور من اكادير. ممكن اي واحد يدخل اي واحد كيدخل ممكن يدخل الباج ديال فورباك على الفيسبوك كتلقى الروابط ديال الحصه او كتدخل الموقع ديال فورباك وبالضبط قسم دروس الدعم كتلقى الجدول الزمنيه وممكن لك تدخل الحصه والميزه ديال هاد الاقسام الافتراضيه. عفوا باش نجاوبوا على السؤال يعني شنو يقدروا يلقاو الشباب التلاميذ والتلميذات كمضامين في فورباك تعطينا البلانينغ والبرنامج. نعم طبيعه الحال اذا اليوم عندنا الرياضيات اليوم السبت عندنا الرياضيات اليوم الاحد عندنا اللغه العربيه الوقت ماش دائما 9 ليلا من 9 حتى ل 11 عاده كنبداو لان كنحاولوا نفسحوا المجال امام اكبر عدد من التلاميذ باش يستافد لان كنامنوا بواحد المبدا ديال دمقراطه الدروس الخصوصيه ربما كاين فئات معوزه ماشي بامكانها انها تستافد لهذا كنحاولوا نعطي واحد الخيار اخر بالنسبه للتلاميذ على اعتبار ان الانترنت متوفره. يوم الاثنين كاين اس في تي بطبيعه الحال على الساعه 9 دائما يوم الثلاثاء اللغه الانجليزيه ثم يوم الاربعاء كتكون ماده الاجتماعيات. وحتى كيبان لي حتى الموقع حتى هو غارق في المول ما كاينش ترفيه شي حاجه ندخلوا الترفيه ربما نشطوا شويه في الثقافه كاين نكات كاين هذا كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن ترويح على النفس باش نخفوا داك وهذا بطبيعه الحال نشير بانه خصنا نتعاملوا مع المحطه ديال البكالوريا كاي محطه في حياتنا ما خصناش نعطيوها اكثر ما كنستحقش من الاهتمام. وهنا كنحييكم الاساتذه اللي كيشتغلوا في موقع فورباك اخص بالذكر الاستاذ خالد مساعف رشيد ابي وكيل حسن باقدي ابراهيم ايتيزي ابراهيم لاسيقي هدى هباك كل الاساتذه اللي كيشتغلوا بشكل مجاني بالاضافه الى نور الدين العموري. احيي ايضا وبحراره المصمم موقع فورباك اللي لمساوي عبد الرحيم ايت علي اللي كنشكره شكر خاص على كل الخدمات اللي كيقدمها الموقع فورباك وبطبيعه الحال الشكر موصول لكل الاساتذه اللي كيتعاونوا من قريب او من بعيد مع موقع فورباك. الو مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كنزال برنوسي مرحبا لنا. بارك الله فيك اخويا بارك الله فيك اخويا الوحيدي وكنشكرك وكنشكر هاد الوليدات كلهم اللي حاضرين معاك والاساتذه وكل اللي كيستمعوا والامهات كذلك والاباء تما كذلك. وانا حاجه واحده كنتمنى لهم يا رب يا رب في هذا النهار السعيد ويا رب في النهار المبارك الله يفرح كل وليدات. استاذ عبد الله
ظاهرة الغش. أنت كأستاذ كتحضر المراقبة صحيح، كيف كتعاملوا مع الكلام اللي كيتساهل؟ بطبيعة الحال للأسف يمكن نقول بأن الظاهرة يعني كتفشى بواحد الوتيرة اللي هي خايبة بزاف. وفقط أشير هنا أن هناك إجراءات اتخذتها الوزارة من خلال إصدار المذكرات لأول مرة غيكون التصحيح ديال الأوراق ديال التلام غادي يكون بشكل جماعي، يعني غادي ناخذوا نماذج 6 ديال الأساتذة مثلا غيصحوا واحد الورقة باش يقارنوا داك الاختلاف اللي كيكون ما بين كل أستاذ. شي حيف أو لا صحيح، ربما هي هذه الظاهرة هي صحية وفي المصلحة ديال التلامذة اللي كيخدموا، ولكن التلامذة اللي ما كيخدموش كون على خيبة أنها ممكن تنقل ما يعيقش بك مثلا الأستاذ اللي حارس، ولكنها ممكن تكتشف وبالتالي تعتبر ظاهرة كأنها ظاهرة غش. وبالتالي هنا فقط نشير أنه ماشي مشكلة وصل متأخر اللي كيستغل الاسم ديال الفورباك وكيقدم التلامذة أنه كان خلصوا على السويعة، راه ما كان خلصوش كان مجاني اللي كينصب على التلامذة راه ما كان تحملوش المسؤولية. وصلت، شكرا جزيلا سي عبد الله، شكرا موصولكم مستمعي الأفاضل كل من دخلكم أيضا من اكتفى باستماع البرنامج ولاد اليوم. نتمنى وعلى لسانكم صادقين كل المترشحين والمترشحات على الصعيد الوطني.